سمعت بلي واحد هنا راهو في 10 10 يا حسن يا حسن تخرب بيتك يا حسن ما قلت ليش يا حسن نحيي كاع فريق العشر العشر طبعا هذا العام فيه مفاجآت وفيه ديكور اللي رجع احنا في الجزائر نحيوا الناس اللي تخدم بالديكور اللي رجعت واللي كنا نخدموا انكرويابل على بالك عاودوا كامل لو ديكور جو تيان ا لو بريسيزي باسكو انا كاع واش كاين في الجزائر اي تو سكي الجيريان راني ديغيير عاودوا كاع شفتوا هذاك الديكور تاع 10 10 ان عاودوا تاع تونس هذا العام ما قدروش علاش ما داروش في تونس باسكو ما عطاولهمش الديكور كان ديجا بخي عاودوا كاع الديكور هذاك هنا اون الجيري اي سي دي الجيريان اللي داروه دوك تشوفوا 10 10 انكرويابل برافو برافو لجعفر قاسم وكاع ليكيب نعم الفكره الناس ماهوش فاهمين الفكره انه الجزائر عندنا دي ديكور معناتها طبيعيين انت تروح لبوسعاده مثلا سي دي ديكور ولا تيميمون شفت غير لو بتي تاسيلي تيميمون ولا بلايس في تيميمون كيما باب الدشراكي رحنا للبرج رحت للبرج وكاين في جعفره في جبال اعلي انماين ولا في مناطق نحيو المناطق هذيك اللي فريمون كاين مناطق شابين بزاف في الجزائر وهو دار ان ديكور هنا في الجزائر العاصمه اي على بالي واللي كذلك كاين دي ديكور حيين هكذا كيما في وهران ايتو الوغ نتمنى لكل البروديكتور انه يخمم كيما خمم جعفر قاسم كيما يخمموا البروديكتور كيما الديات طبعا لازم الدوله الثانيه تدخل الصناعه السينمائيه من هذا الباب لانه ماشي نقول صناعه سينمائيه بلا ما نمدلو نبني له ما نمدلو ما نفرش له نشوفوا افلام عالميه تاع هوليود وعلاش يقول لك احنا جامي نلحقوا لا اي باسكو ما يمولوش ما على بالوش باللي كاع كل حاجه تمشي بدراهم هما ليسونس تاع البنادم اللي غناها بنشيلات بكري صح صح الله الله دوك هذاك واش حبيت نقول لك باللي عاشوا العشره هذه السنه عنده دراهم وجود لا 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 شي قضيه دراهم قضيه انه الناس تخدم الناس راهي تخدم ربي يعاونهم كذلك وكل واحد الدور تاعو انا كنت ظهرت في الان عاودت وليت في الطروه ولا غير سي سوبر فرونشمون سي سوبر سي بيان دافوار دون لو سي في كوميم خدمت حاجه في القاسم